لنذكر بما حدث مشاهدينا الأعزاء، وربما الحدث الأبرز هو هدف بون المتأخر يوسف. صحيح، أظن رجل المباراة محمد تسجيل هدف رائع في وقت بدل الضائع، ويعطي نقطة مهمة لفريق إشبيليا. بونو كما قلنا يحد من أحد أفضل الحراس، ليس فقط الآن في ليس لأنه سجل، لكن حتى على مستوى تسجيل الأهداف، عندما عزز المهاجمون في تسجيل الأهداف بونو يعطي يعني هنا بدوي يستحق تقدم في الشوط الاول، كان طرف الافضل اشبيليا كان سيء في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني مغاير تماما، كان سيء لكن مع التغييرات، لان يعني عمل خمس تغييرات لوبيتيغي، هذا يعطيك مدى انه كان اخطا في التشكيل. هنا الهدف التعادل محمد، شوف 94 سبحان الله، سبحان الله، تقف على الخط الكره ما تعود لبون، وحنا عنده لحظه كان يود يعود الى المرمى، لكن بقاؤه ثم الكره تاتي اليه ثم يسدد على المرمى يسجل هدف تعادل، هدف مهم كما قلت لفريق اشبيليا، حافظ على كما قلت على سجله من الهزائم الاربع المباريات الاخيره، ونقطه مهمه بالنسبه لفريق كان يلعب ضد فريق يوم يحتاج لثلاث نقاط للخروج من منطقه الخطر، لكن كما قلت ردت فعل قوي من حارس بونو كما قلت يوسف، على مستوى التصدي بونو عنده اعمال خيريه بالسر اكيد اكيد لا ما شاء الله عليه سير طارق، موسم رائع منه محمد، هنا في لحظه كان يفكر بالعوده لمرمى، يعني هدف كان كل شيء انتهى هدف في الدقائق الاخيره في الثواني الاخيره، هذه حلاوه كره القدم، لا شيء ينتهي الا بصافره الحكم. شوف اني بونو من زاويه ثانيه بالتصوير يبين انه هو خلاص فقد الامل من شوف اني بيرجع فقد الامل الكره، خلاص الكره رايحه ميته، خلاص راح تطلع برا، لكن هو يعني سبحان الله برده فعل اتجهت الكره الى بونو، تبي الكره يعني هذه كره القدم، هذه حلاوه كره القدم. هدف بنقطه ثمينه، يعني تكلل الشوط الثاني بنجاح لوبوتيغي بتفاعله مع المباراه، جوده اللاعبين، الخيارات الموجوده عندك الاحتياط، راكيتيتش، منير حدادي، اوكامبوس، اسماء يعني لها ثقلها مع اشبيليه، غيرت من شكل الفريق في الشوط الثاني، واعتقد النتيجه عادله بالنسبه للتعادل. تعالوا نستمع لياسين بونو الذي فرض نفسه واحدة من أبرز نجوم الموسم، لكن خاصة في هذه المباراة وفي دقيقتها الأخيرة 94، نتابع. في الواقع كانت مباراة معقدة، كان طقس عاصف وظروف المباراة ربما لم تكن جيدة ولم تسمح لنا بتقديم كرة القدم التي تعودنا عليها، وبلد الريضة أيضا هو فريق جيد جدا ويعمل على نحو جيد، ومنذ العام الماضي كل المباريات التي لعبناها كانت صعبة، وجاءت ركلة الجزاء التي تضررنا منها قليلا، ولكن أظهرنا ردة فعل إيجابية في الشوط الثاني وصنعنا العديد من الفرص، ومع الإصرار جاء هدف التعادل. ستذهبون إلى التوقف الدولي، يعني هل ربما الانطباعات هي إيجابية؟ أعتقد أننا عدنا من جديد إلى النسق الذي كنا نعمل به، والذي ربما خسرناه في الآونة الأخيرة بسبب كل الظروف التي عشناها، العديد من المباريات النهائية والمهمة. أعتقد أننا اليوم لم نقدم مباراة سيئة، وأعتقد أنها نقطة بالتأكيد مهمة جدا بالنسبة لنا. استمعنا لياسين بونو صاحب هدف التعادل وحارس مرمى فريق إشبيليا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.